ما حكم بيع ثمار المنجو قبل اكتمال النضج؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لكن بدون صلاح أمر متروك للتجار. لأن مثلا الموز مثلا على سبيل المثال، إذا انتظرت حتى يستطعم على سوقه وبدأت تجمع خرب الموز، لكن بدون صلاح التجار يعرفونه، يعرفون بدون صلاح، فترجع مسألة بدون صلاح إلى أهل الاختصاص في المهنة.